هتصوري فيديو، ما عنديش حل غير ده عشان أصدقك. عشان تصدقيني ولا عشان تفضحيني؟ لا، عشان أصدقك أنت وأفضحه هو. ولو اللي أنت بتقوليه ده صح، يبقى أبوكي ده أنتن مخلوق مشي على وش الأرض ولازم يترد ويقف عند حده. أنا خايفة أوي. يبقى ما اسمعش حسك تاني، ولو قربتي من ابني مش هتشوفي مني غير الإهانة وقلة القيمة. أنا موافقة. خلاص، هجيب لك كاميرا ونشوف. بس اللي قلتولك على نور هيمشي، فاهمة ولا لأ؟ أنا هقف جنبك عشان صعبتي عليا وعشان أنت يتيمة وأنا دكتور من قبلك. بس ابني ومستقبله أغلى عندي من الدنيا دي كلها. أنا قلت اللي عندي.